بيقولوا إن الجنة من غير ناس ما تنداس، يعني إيه الكلام ده؟ يعني الوحدة حتى لو كانت في أماكن جميلة وفيها كل اللي ممكن تحتاجه، ساعتها مش هتحس بالجمال ده ولا حتى هتكون مرتاح. وده ليه؟ لأنك لوحدك، والإنسان دايماً بيحتاج لإنسان زيه، بيحتاج للبشر أكتر من أي شيء تاني. وجود الناس عامل مهم جداً حوالينا، بس يا ترى أنهي ناس؟ يا ترى الزحمة اللي حوالينا ولا القيمة بتاعتهم وتأثيرهم في حياتنا؟ خلينا نتفق إن كلنا حوالينا زحمة، لو خرجنا للشارع هنلاقي زحمة، في البيوت زحمة، على الفيسبوك زحمة، وعلى الموبايل زحمة، أسماء كتير حوالينا، لكن هل من وسط دول كلهم في واحد بس تقدر ترفع سماعة التليفون وتقول له أنا مخنوق، أنا تعبان؟ تقدر تشتكي له وتحكي له وتفضفض بدون خوف أو شك، يسمعك، يفهمك، يصبر عليك؟ واحد بس تقدر تخلع قدامه قناع الصمود اللي انت لابسه قدام الكل، تنهار معاه ولو دقايق بدون ما يفهمك غلط ولا يجي عليك ولا يحسسك بضعفك وخوفك ولا يتفه منك ومن إحساسك، ويشوفك بنفس صورة القوة اللي انت فيها، ويعرف ان الإنسان لازم يجيله أوقات ويضعف. الزحمة مش بالعدد، واحد بس تقرر تبوح له ويفهمك بآلاف من البشر حواليك، عكازك لما تميل بيك الدنيا، الشيء اللي بيطمنك وبيحميك من قساوة الزمن. تخيل لو من وسط كل دول ما لقيتش واحد بس يكون مرايتك، واحد بس تفضفض معاه وتشكيله وانت مطمن. تخيل تبقى عايش حياتك كلها بتدور على واحد، واحد بس من زفة كتير حواليك وكله زيك برضو بيدور على واحد بس. تخيل ان في النهاية ان كله بيدور على كله. فانا عايزك دلوقتي تسأل نفسك، يا ترى لقيت الحد ده ولا لسه؟ لو لقيت شريك لروحك اوعى تفرط فيه، ده امانك وسندك وظهرك والمظلة اللي تحجب عنك كل اليأس. ده رزقك اللي متقدرش بمال، والرزق مش رزق فلوس، لا، الرزق الحقيقي لما تلاقي حد يشيل معاك، يساعدك علشان ظهرك ما ينحنيش من الهم ولا قلبك يوجعك من كتمة الكلام جواه. لكن لو لسه ما لقيتوش دور عليه في كل مكان، وادعي ربنا ان يرزقك بيه، لان الوحدة قاتلة. واوعى توهم نفسك انك قوي من غير حد، علشان لو جه اليوم عليك اللي هيفيض بيك هتتعب، وهتتعب قوي كمان. استنوا. كل يوم في حياتنا بتعدي علينا رسائل كتير، والذكي بس هو اللي بيلمحها وبياخد باله منها. ورسالتنا النهارده بتقولك الطلب اللي انت بتدعي بيه ربنا ولسه محققهوش مش معناه انه غضبان عليك، لكن معناه ان الخير ممكن يكون مش في طلبك ده. كل المطلوب منك شوية صبر. بقالك قد ايه بتدعي ربنا يرزقك بحاجة معينة؟ ممكن تكون مال، شغل معين، جواز، ولاد، أو أي حاجة أنت عايزها. بقالك فترة بتقول يا رب وللأسف مفيش حاجة بتتحقق، وبدأت تيأس وتقول هو ربنا ليه غضبان عليا؟ ما هو لو بيحبني حقيقي كان حقق اللي أنا عايزه. وتلاقي كل الناس اللي حواليك أمانيهم بتتحقق، فتقول لنفسك طيب وأنا ليه كل ده وربنا لسه مش بيستجيب ليا، مع إني بدعي بضمير، والأهم من ده كله إني بدعي بثقة، ثقة في ربنا ملهاش حدود. لكن خليني أقول لك مشكلتك فين. مشكلتك إنك مركز مع طلبك ده، الطلب اللي أنت عايزه، وبتنسى إن في خطوات حلوة كتير ربنا بيكرمك فيها بس أنت مش واخد بالك منها. يعني مثلا بتطلب من ربنا إنك تلاقي زوجة صالحة، وبقالك سنين بتتعب ده لكن لسه ما لقيتهاش. ومن زاوية تانية خلال نفس السنين دي ربنا رزقك بشغل أكبر من اللي أنت كان نفسك فيه، فاللي أنت ما تعرفوش إن ربنا حقق لك اللي فيه الخير الأول، بيمهد لك طريقك اللي أنت عايزه. علشان لو كنت لقيت الزوجة الصالحة وأنت لسه مرتبك على قده، كانت المشاكل ممكن تكتر والضغوط هتزيد عليك، والأمر كان ممكن ينتهي بكوارث وانفصال وحياة ما فيهاش آخر. الثقة في الله
مش في انه يحقق لك طلبك، الثقه في ربنا انه يدبر لك امرك، يدبر لك كل حياتك، يختار لك الافضل اللي فيه الصالح ليك، واللي مش شرط ابدا يكون هو طلبك او امنيتك. لان احنا كبشر بصرنا وبصرتنا قاصره، بتشوف لحد معين وبتقف، حساباتنا وتفكيرنا محدود، وربنا هو الوحيد اللي عالم ببواطن الامور. طيب عايزك تغمض عينيك كده وركز معايا، بص على حياتك من فوق، شوفها كده على بعضها، هتلاقي فيها خير كتير اتحقق، يمكن كمان انت ما دعيتش بيه، لكن ربنا حقق لك اللي فيه الصالح، رتب لك خطواتك، رتب لك حياتك، وضح لك امور كانت مشوشه حواليك. مفيش حاجه سابقه حاجه، ولا قرار سابق قرار، ترتيب رباني بحت بهيئ لك كل دنيتك انك تعيشها بشكل افضل مما يكون. اللي دعا ربنا انه يخلف لكن ربنا مرزقهوش الا لما خلاه قادر ماديا على تربيتهم، اللي كان نفسه يشتغل في شركه معينه ربنا رزقه بغيرها علشان كان فيها ابواب خير كتير، اللي طلب فلوس كتير وربنا مرزقهوش بيها غير لما نضج علشان كان ممكن يروح في طريق شر بسببها. ادعي ربنا دايما انه يدبر لك الامر كله برمته، وقول له يا رب لو في خير ليا قربه، ولو في شر ابعده عني، وخليك دايما راضي بالمكتوب، وتقول كلمتين وبس: اللهم دبر لنا امورنا فاننا لا نحسن التدبير. استنونا. وانا قاعد كالعاده على الفيسبوك بقلب في الفيسبوك، ووسط زحمه الصور الكتير لقيت صوره خطفتني، شدتني بجد، فيها قصه معبره انا عايزكم تشوفوها. اول ما شفت الصوره دي بصراحه اتخطفت، شدتني. ده ابني واخد امه يفرحها ويطيب بخاطرها، وقعدها على البحر وهي قاعده على كرسي متحرك، وهو قاعد جنبها على البحر وباصص لها، واكيد كان بيحكي كلام كتير. والحقيقة أني حسيت وتخيلت أن أي أم بعد ما بتولد ابنها بتبصله كده وهو في اللفة وتقوله: يا ترى هتكون سندي لما أكبر، لما أعجز، لما رجلي ترفض تشيلني، هتاخد بإيدي ولا هتعبك يا ابني، هتشيلني وتستحملني، هتستحمل كلامي البطيء وذاكرتي الضعيفة، هتستحمل حركتي البطيئة أو المتعبة، هتستحمل طلباتي وشكوتي، يا ترى هتاخدني في حضنك لما اكون محتاجه لك. ولما كبر برضه تخيلت انه رد عليها في القعده دي وقال لها: يا امي انا مهما كبرت وبقى طولي مترين ودقني كبرت وضغوطي زادت، مش هلاقي غير حضنك يشيلني، ولا قلبي يستحمل شكوتي، مش هعرف اضعف غير قدامك، ولا دموعي تنزل غير تحت رجليكي، ومين هيشوفني بصورتي الحقيقية غيرك؟ ومين هيسمع شكوتي ومش هيلومني غيرك؟ ومين هيطبطب عليا غير إيديك الحنينين؟ أنت الوحيدة اللي شايفاني من جوه، ومهما غلطت أو ضعفت لا هتعيريني ولا هتشمتي فيا، هتكوني معايا مش ضدي، هتسنديني مش بقوتك، لأ بضحكتك الصافية وقلبك الأبيض، ودعاكي ليا ورضاكي عني. الابن البار بأمه يا جماعة هو اللي بيكون جنبها في أشد أوقات الحاجة، لو عايز يرتاح في دنيته ويكله في الآخر نصيب. وبعدين يعني هو اللي جوانا من ناحية الأم مش حب، دي حالة عشق مش بنبذل فيها أي مجهود، منحة ربنا حطها جوه في قلوبنا، فحاول على قد ما تقدر تشبع من وجود أمك، علشان لما تفرقك وهي راضية عنك هيتفتح لك كل أبواب الخير دنيا وآخرة. وافتكر إنها بعت الدنيا كلها علشانك، وزهدت في كل حاجة علشان تشوفك بتكبر قدامها، وضاقت الصعب وحرمت نفسها من حاجات كتير علشان تحقق لك اللي نفسك فيه، وتكون قدامها أحسن واحد في العالم. أنا واثق إن الست الطيبة اللي في الصورة دي بصل البحر دلوقتي وبتقول من جواها: لو جت النهاية دلوقتي في أي وقت أنا هكون مبسوطة ومطمنة، لأني عشت لحد ما شفت ابني تحت رجلي، راجل يعتمد عليه،
وأنا كمان عملت اللي عليا ناحيته، وربنا إن شاء الله هيكتب له الجنة، لأنه ما سابنيش لحظة واحدة زعلانة ولا ساب إيدي وبعد، ابني تحت رجلي يعني في الجنة، فدلوقتي أقدر أمشي في سلام. ربنا يدي الصحة لكل أم ويرحم أمهاتنا اللي فرقونا ومشيوا، لكنهم لسه في القلب موجودين، على ما نتقابل كلنا في الجنة إن شاء الله. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.